أنا صباح بص هقول الفل. لك على حاجة، خلينا يا دكتور نبدأ من البداية خالص ونشرح أكتر، لأن المصطلح ده دلوقتي كلنا بنسمعه، اللي هو فكرة الأحمال البدنية والأخطاء اللي بيقع فيها المدرب أو الدكتور المختص بهذا الملف، فبالتالي بيبقى تأثيرها على اللعيبة وحش جدا في الملعب وبالتالي السكور. خلينا نفهم يعني إيه فكرة تقنين وتخطيط أصلا الأحمال البدنية، وعلى أي أساس بيتم القياسات كمان؟ شوفي، واحنا يعني برضو دايما نضرب مثل كده عشان نقربها للجمهور. بس كريم، احنا عضله الفخ دي مثلا، المذيع بتاع الاستاذ الهويندا او حضرتك بتتكلمه 1000 كلمه في الحلقه. فانا بدرب عضله الفخ دي انها تتكلم 1000 كلمه في الحلقه مع تاخر شعور التعب. ده الحمل التدريبي. كويس. بعرضها لجهد، الجهد ده بيخليها تتكلم ال 1000 كلمه وما تتعبش. يبقى كده اصبحت فورمه. كل ما يجي كل صباح جميل زي النهارده كده وما نتخلقش ان شاء الله، نقوم نتكلم. اكد كمان على المعلومه دي. هي قاعده ساكته اهي، اكد على المعلومه دي. ماشي، نقوم احنا نتكلم 1000 كلمه وما نتعبش. أوكي. كده بقينا فورم ونكمل باقي الموسم بتاعنا قبل ما ناخد الاجازه بتاعتنا على هذا الريت. ده يتقال عليه تاهيل؟ ده يتقال عليه اعداد بدني. أوكي. التاهيل اللي هو اسكريم بنستخدمه قفل الجاير، اللي هو بعد الاصابه، ان انا باهلك انك تبقى زي الناس السليم. أوكي. فبحطك في نفس الاطار البدني ان انت ترجع فورمة زي الناس السليم. عملية التأهيل بتيجي افتر انجاير بعد الإصابة.